حياكم الله مشاهدينا. أسواق السمك منتشرة ومتوزعة في 7 مناطق في إمارة أبوظبي، ما بين الظفرة وأبوظبي والعين. الساعة الحين 6:05 صباحاً. خلونا معاكم نشوف الأجواء كيف في ميناء زايد في سوق السمك الجديد في إمارة أبوظبي. سوق السمك الجديد يضم كل المرافق من طاولات بيع ومحلات تنظيف الأسماك وغيرها، لكن اليوم نحن بنروح وياكم لزاوية مختلفة من السوق اللي هي طاولات المزادات، واللي يعرض فيها الصيادين صيدهم بعد صلاة الفجر مباشرة، ويتنافس التجار على شرائها. وطبعا أسعار السمك تتفاوت بين فترة وفترة على حسب حالة الجو وتوافر الأسماك وأنواعها. هذا السوق جديد والمزاد جديد، هذا والمزاد هذا مسكر تكييف، والحمد لله يعني شيء متطور يعني. وهذا المزاد هذا يومي عندنا، عندنا الهامور، الشعري، الشنعد، الخباط، الزريدي، الجش، جد، عندك البسار، البتح، النسر، النسر اللي ما بموسمه، البتح الصافي، البياح، القابض ممنوع في الوقت هذا، الشعم، هذا كله متواجد عندنا. الاسعار طول عمرك عندنا حين وقت الشتاء، يوم الهواء الهويات طبعا السمك شغله، اليوم نحن السمك قليل عندنا، طبعا السمك غالي، بس يوم الاخوار تحصل السمك يزيد ويرخص الاسعار. 410 400 350 360 360 360 370 360. إذن مشاهدينا تابعنا وياكم هذه الجولة من هنا من سوق السمك الجديد في العاصمة أبوظبي، أجواء البيع والشراء، ونراكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة في جولات ميدانية أخرى.